خلينا نكمل مع حضراتكم أخبارنا عن يعني مجلس إدارة النادي لسه مستمرة، وأخبارنا الجميلة عن النادي الأهلي لسه مستمرة. كابتن محمود الخطيب أيضا استقبل وفد من مستشفى الناس للأطفال علشان يوقعوا بروتوكول تعاون في العديد من المجالات. ضم الوفد هنا النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى محمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة الجود، وهالة بايزيد مديرة الشراكات المؤسسية، وإبراهيم عثمان ممثل إدارة التبرعات، ودنيا حسني إخصائية الأطفال بالمستشفى، إيهاب فايز ممثل إدارة خدمة العملاء. حضر بقى توقيع البروتوكول الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. البروتوكول ده بقى هيشمل إيه؟ هيشمل الاتفاق على إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع التحاليل والإشاعات في المستشفى بالمجان. ده هيكون مقابل إتاحة الفرصة لوجود منفذ خاص بالمستشفى داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس. ده من أجل طبعا التعريف بما يقدمه المستشفى أو يقدمه المستشفى من خدمات بالمجان لعلاج الأطفال وإجراء عمليات القلب المفتوح على أحدث طرق العلاج العالمية. أنا شايفة البروتوكول ده يا كريم من يعني في غاية الأهمية وغاية الاحترام، يعني عارف هو win-win situation زي ما بيقولوا. المستشفى بتستفيد والنادي بيستفيد، بس الاثنين بيستفيدوا بالتساوي، في حاجة محترمة جدا ان هي تقدم كمان للفريق الاول بتاعنا. صحيح، كمان هيكون في سبل عدة الحقيقة للتعاون ما بين النادي وما بين مستشفى الناس، وده اللي بيعكس الدور الخدمي والمجتمعي اللي بيقوم بيه دايما النادي الاهلي على جميع الاصعدة. الحقيقة اشادت الدكتورة أنيسة حسونة بدعم الكابتن محمود الخطيب للمستشفى، واكدت ان زيارته للمستشفى في فبراير الماضي شهدت اشادة كبيرة بما يقدمه المستشفى من خدمات طبية على اعلى مستوى لعلاج الاطفال بالمجان، واكدت ان تلك الزيارة شهدت الاتفاق على ملامح التعاون بين الطرفين اللي توج رسميا بتوقيع البروتوكول للبدء في تنفيذه. وطبعا في نهايه الجلسه قام الكابتن محمود الخطيب باهداء الدكتوره انيسه حسونه الرئيس التنفيذي للمستشفى درع النادي، كما قامت الدكتوره انيسه حسونه باهداء درع المستشفى الى الكابتن محمود الخطيب. احنا معانا على التليفون بالفعل الدكتوره انيسه حسونه عشان نعرف منها هي شخصيا التفاصيل، وهي المدير التنفيذي لمستشفى الناس وايضا عضو مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتوره، اهلا بيكي. اهلا، صباح النور عليك، واهلا بالفعل. سعداء جدا بالبروتوكول وتوقيعه، الحقيقه حاجه محترمه جدا وبتقدم خدمات في منتهى الاهميه، فيعني عايزين نسمع تعليق حضرتك على توقيع هذا البروتوكول، اتفضلي. احنا طبعا اتشرفنا امبارح بوجودنا في النادي الاهلي وبتوقيع هذا البروتوكول للتعاون زي ما حضراتكم قلتوا. ده في اطار عمل الخير من الجانبين، يعني احنا بنعمل العمليات بتاعه جراحه القلب المفتوح مجانا 100% للاطفال. جميل. والنادي الاهلي بيهتم بدعم مشاريع الخير، بيهتم بالشباب، بيهتم بالاطفال، فده بيقع ايضا في نطاق اهتمامات النادي الاهلي الهامه. امبارح كانت المره الثانيه اللي نقابل فيها الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الرندلي والعميد محمد مرجان بشان هذه الاتفاقيه، وتم التوقيع عليها امبارح رسميا، وبالتالي نبدا في تفعيلها فورا. احنا طبعا فخورين ان احنا نقدر نقدم خدمه مجانيه زي جميع الكشوفات والتحاليل للفريق الاول للنادي الاهلي المحترم، فاحنا هنبتدي فورا بهذا التعاون، وهذا التعاون بيعكس الدور المهم للمجتمع المدني. النادي الاهلي مش نادي رياضي بس، النادي الاهلي نادي اجتماعي، نادي بيهتم باعضائه زي ما احنا بنهتم بالاطفال اللي محتاجين لعمليات القلب المفتوح، وده يعني علامه بالنسبه لنا طبعا تعاوننا مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيثبت مدى اهتمامه بالمجتمع حواليه. يعني دي حاجه مهمه جدا، ان المساله مش زي بعض الناس ما فاكره انها مجرد كوره او هاندبول او انشطه رياضيه، لا، الانديه الكبيره العريقه زي النادي الاهلي لها دور مجتمع بتقوم به والناس بتحس بقيمته، فاحنا سعداء جدا يعني بهذا التعاون، وطبعا احتفلنا بيه امبارح في يوم جميل بالنسبه لنا كلنا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه. جميل جميل، احنا بنبارك لحضرتك ويعني صديقتك نهواند عايزه تصبح على حضرتك. صباح الخير يا نهواند، مبروك للاهلي. صباح الفل يا دكتور. طب يعني عايزه اشوفك، وحشتينا، نورينا بقى هنا. يلا مره بقى قولي تعالي اتكلمي معانا. يا ريت نقول لحضرتك يعني اهو دعوه والجمهور شاهد، احنا بنقول لحضرتك يا ريت تنورينا ونتكلم في ملفات كتيره، وحتى عايزين نتكلم معاكي بقى ان شاء الله على الماتش يوم 27، ناويه تتفرجي عليه فين يا دكتور؟
والله بيقولوا لي ما هو لغايه دلوقتي ممنوع، انا حاولت من جميع الطرق، فلو سمعت بس يقول لك لغايه دلوقتي مش مسموح غير الاعضاء مجلس الادارات وللمسؤولين التنفيذيين. فانا بفكر ان يمكن احد اعضاء مجلس الاداره يقول انا مش عايز اروح، خدوا قليل. طب ما حضرتك مسؤوله تنفيذيه يا دكتور، يعني الكلام ده ينطبق على حضرتك. والله خلاص يعني انت شد على انا عملي طبعا تطوعي في المؤسسه بتاعه التنميه المجتمعيه للنادي الاهلي، وفخوره ان انا عضو. عمل تطوعي محترم جدا الحقيقه. لان ده بيكبر الدور الرائع اللي بيلعبه النادي الاهلي بالنسبه للمجتمع. فطبعا الماتش يعني احنا مستنيين اليوم نرجع بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله عندنا النجمه التاسعه فان شاء الله خير يا رب باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. انتوا توسطوا لي بقى بما انكم علينا نروح بس احنا الاول. لا باذن الله نقدر نروح كلنا نحاول. ان شاء الله نتشرف بوجود حضرتك معانا ان شاء الله قريب في حلقه من حلقات البرنامج. بنشكرك وبنحييكي وبنهنيكي وميرسي جدا لوجود حضرتك معانا، نورتينا يا فندم. دكتور أنيسة من الشخصيات الجميلة جدا والأهلوية الصميم، يعني شخصية تقعد معاها بتكلمك من قلبها، عارف الناس اللي هي تكلمك من قلبها عن النادي وعن حبها ليه. أنا فاكرة أيام ما كنا يعني بنطلع مع بعض زمان على الهوا، هي ما كانتش بتسيب فرصة غير لما تتكلم عن النادي الأهلي يعني. فبس هي شخصية جميلة وفعلا زي ما كريم بيقول وقرينا خبر محترم وبروتوكول في جد في غاية الاحترام، وده اللي احنا متعودين عليه تاني بنقول من النادي الأهلي.